ايه رأيك في فترة حكم الإخوان؟ انا شايفاها كانت فترة كانت صعبة جدا، ما كانش فيها امان ولا كان فيها، يعني كان كل الحاجات ما كانتش كويسة، الامور كلها ما كانتش ظابطة، ما كنتش حاسة انا بامان. كنت بنزل مثلا باللبس ده او بالشكل ده بلاقي تحرش، بلاقي ناس بتعتدي، ما كنتش بحس ان انا عايزة انزل من البيت، المايه كانت دايما بتقطع، كانت كل الظروف سيئه يعني. بس انا شايف ان في دلوقتي تطورات كتيره قوي، بقت كل حاجه احسن، بقت حاسه ان مصر بقت يعني كل حاجه بقت فيها انضف، بقت شكلها احسن، بقى في امان اكتر، بقى في استقرار اكتر، فلا في فرق كبير طبعا. لو قابلت الرئيس السيسي تقول له ايه؟ اقول له ايه؟ اكيد هشكره على كل اللي حصل يعني في مصر في الفتره دي، لانها فتره صغيره حصل فيها حاجات كتير كويسة. ايه اكتر مشروع يعني لفت نظرك من المشروعات اللي حدثت في الدولة؟ هو الكباري، الزحمة اللي كانت في مصر قلت كتير بعد ما الكباري اتعملت، بقت احسن، خلي كمان الشكل العام احسن، كل الشوارع اللي مش متطورة بقت متطورة، بقت فيها يعني اشكال احسن، لاندسكيب احسن، شكل عامة بقى احسن.